يعمل في هذه الأيام الكونغرس الأمريكي على ملف محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وبالتحديد على إثبات ارتكابه جرما يستحق المحاكمة عليه. ولكن هل بالفعل يتوجب وجوب هذا الجرم حتى تبدأ المحاكمة؟ أنا عبد الرحمن السراج سأتحدث اليوم عن محاكمة الرئيس الأمريكي. هل يمكن أن تتم بدون وجود جرم؟ الجواب نعم، يملك مجلس النواب الأمريكي حق بدء إجراءات محاكمة الرئيس حتى بدون ارتكابه أي جرم أو استغلاله سلطته بصورة غير شرعية. وبمعنى آخر، حتى الرئيس الذي لم ينتهك القانون يمكن أن يتعرض للمحاكمة على الجرائم أو الجنح العليا أو High Crimes and Misdemeanors. ويشمل هذا المصطلح عددا من الجرائم، لكنه يتضمن أيضا إساءة استخدام أو انتهاك ثقة الناس، وهي عبارة تعود لألكساندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية الذي أرغب بالحديث عنه كثيرا لاحقا. وبالتالي يعتمد بدء المحاكمة فقط على وجود أغلبية في الكونغرس الأمريكي مقتنعة بذلك. ولكن في هذه الحياة ما تريده وما تستطيع فعله أمران مختلفان تماما. فرغم أن بدء المحاكمة من صلاحيات الكونغرس، إلا أن إتمامها من صلاحيات مجلس الشيوخ الأمريكي. ولذلك من المهم معرفة إذا ما كان الرئيس الأمريكي أو موظفوه المباشرون قد خرقوا القانون، وإثبات ذلك وبناء قضية كاملة لإقناع أعضاء الكونغرس الآخرين للتصويت للمحاكمة، وإقناع أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت بأن الرئيس مذنب، وقبل كل ذلك إقناع الرأي العام الأمريكي حتى يضغط المواطنون على ممثليهم في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ ليتابعوا هذه العملية. ولذلك لم يلجأ الكونغرس الأمريكي فورا إلى التصويت على المحاكمة، وإنما يعمل الآن على إثبات ارتكاب ترامب لجرم وإقناع الناس بذلك.